Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose un gâteau sans cuisson à base de biscuits petit beurre et crème mousseline. Et j'ai opté pour une crème mousseline à la vanille qui se marie à merveille avec les petits beurres. Cette recette, elle est facile et rapide à préparer. Voilà un gâteau original simple qui fera le bonheur pour tout le monde. Et on peut le préparer pour la fin de l'année, on peut le préparer pour le jour de Noël, on peut le préparer lorsqu'on a des invités, lorsqu'on a un anniversaire. C'est un gâteau extraordinaire. Je vous laisse suivre ma recette. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en place la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochains partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia. عسلامتكم مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي وحبابي باش نقترح عليكم كيكة تحفونا للاخر. البنة ما نحكي لكمش. نودكم ولا نشهيكم. الكيكة ذي النجم نحضروها لتراس العام. النجم نحضروها كي تبدأ عنا عيد ميلاد. كي تبدأ الاحباب والاصحاب ملمومين. اي شوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة باش نعملوها نحضروا كريمة المسلين. يلزمنا نص لتر حليب. 150 غرام سكر 250 غرام زبدة 70 غرام نشا 50 غرام فارينة الأصفر متاع البيضة أنا خديت 5 وعنا السكر فاني ورشة ملح كما ريتوا في وسط الكسارونة حطيت مقدار 4 مغارف متاع سكر صبيت عليها ملح حليب وحطيتهم باش يغلوا على النار كما ريتوا في وسط الصحفة حطيت السكر فاني السكر العادي والاصفر نتاع البيض وباش نركضهم بالكدي بالكدي كيما يلزم لهنا الحليب متاعنا ما شاء الله حضر توا باش نزيدوه لك الخليط هذاك وبشوية بشوية وما نصبوش فرد مرة تردوا بيكم راهي الكريمة بتاعتكم تفسد إذا كان تصبوا الحليب فرد مرة كما تعرفوا البيض كذا كان تصب عليه الحليب والماء سخون باش يكعبر لكم وباش الكريمة بتاعتكم تفسد يلزمكم تخدموا الكريمة بتاعتكم كما تشوفوا في الفيديو بالضبط لهنا ناخذ الكسرونه والصفايه ونصب هك الخليط هذاك ونحط الكسرونه من الاول وجديد على النار مده 10 دقائق حتى نتحصل على كريمه بعد 10 دقائق الكريمه بتاعتنا حضرت توا باش نخلطها بكدا بكدا كيما يلزم وباش نزيدها ال 50 غرام بتاع الزبده اللي خرجتها بالمسبق راهو كي تبدوا تحضروا الكريم مسلين يلزمكم تخرجوا الزبده بتاعتكم على الاقل بنصيف ساعه بالمسبق باش الكريمه بتاعتكم تجيكم بكدا وباش الزبده تتركض كيما يلزم مع الكريمه لهنا تغطوا الكريمة متاعتكم بكدي بكدي متخلوش الهواء يدخل لها وتحطوها ترتاع على الأقل سواعة من زمان الكريمة متاعتنا حضرت توا باش نحطها في الروبو وباش نزيد لها نكهة القهوة
وباش نخدمها مدة 15 دقيقة على الأقل، يلزمها تتخدم بالكدا بالكدا بروبو. إذا كان ما عندكمش روبو راكم تنجموا تخدموها بيديكم، وبشوية بشوية تركضوها بالكدا بالكدا، توسعوا بالكم معها. في نفس الوقت تبدو تزيدوا في 200 جرام متاع الزبدة، وبشوية بشوية ما تحطوهمش فرد مرة. الكريمة ما شاء الله الله وحد، كريمة تحفون للأخر، كريمة خفيفة هي وحدها، تنجموا تقدموها كتحلية، يعني تزينوها من فوق بشوية بيستاش ولا لوز وتقدموها كتحلية، راهي حاجة ممتازة على، وتنجموا تستعملوها لعدة وصفات متاع حلويات. الوصفة هذه وماذا بيكم تقيدوها عندكم، خاطر تحفون الحقيقة برشا، ووصفة خفيفة ظريفة وما تتطلبش برشا وقت باش نحضروها. لهنا وصلنا للمرحلة الأخرانية في الوصفة. طيبت قهوة وخليتها تبرد في عقلها، وحضرت البسكوي وحضرت اللوز، يكون مرحي يكون إيفيلي بالطريقة اللي باش نحضر بها. غطست البسكوي في القهوة باردة، وكما ترى عملت طبقة الأولانية كيما يلزم بالكدا في البلاطو، وبعد باش نحطها عليها الكريمة. الناس اللي مش متوفرة عندها الفاكهة راكم تنجموا تعوضوا بالغلة، والوصفة تاعتكم تجيكم مزيانة. إذا كان ما عندكمش فاكهة وإلا غلة، تنجموا تحضروا الوصفة تاعتكم كان بالبسكوي والكريمة، ونأكد لكم تأكيد تام اللي الوصفة تاعتكم تجيكم مزيانة وبنينة. لهنا الجاتو نتاعي حضرته، وباش نهزه ونحطه في الفريجيدير على الاقل سويعه من زمان حتى يشد روحه بكدا، ومن بعد باش نجم نزينه. بعد سويعه من زمان توا الجاتو باش نزينوه بشويه بيستاش، ونزينوا الجناب نتاعو باللوز ايفيلي. انتم تزينوا كيما تحبوا انتم، وتشتوا الجاتو نتاعكم. لهنا الجاتو نتاعنا حضر ما شاء الله الله وحد، حاجه ممتازه على الاخر. اذا كان تحبوا تزينوا اكثر، تنجموا تحطوا فوق منه شوكولاته، تنجموا تحطوا فوق منه سيريز فريز اللي تحبوا انتم وتشتهوا. ما شاء الله جاتو يشرف على الطاوله، نجموا نقدموه في سيور الايام كيما نجموا نقدموه في مناسبه كبيره. لهنا باش نقص لكم مورسو من الجاتو اللي حضرته. في الحقيقة الجاتو هذايا يبقى في الفريجيدير على الأقل سويعتين من زمان، باش يعطي المنظر خير، وباش كي تقصوه يكون مرتوب وخير. لهنا أنا مش نقص لكم ونوريكم الجاتو حتى بعد ساعة من زمان، هاكم تشوفوا مزيان على الأخر، ومعناها وحاجة تشرف، وما تحشموش وقت تحضروه الجاتو هذايا. الضياف متاعكم يكونوا فرحانين 100%، ونأكد لكم اللي هي بنينة نودكم ولنشهيكم. جاتو هاكم تشوفوا ما شاء الله كأنه تيراميسو، معناها حاجة مزيانة، وحاجة ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها. واللي يعجبك في الحكاية كل اللي ما ثماش فور، معناها فيسع فيسع نحضروه الجاتو هذايا. الوصفة هذه تنجموا تقدموها كيما تحبوا انتم وتشتهوا. ان شاء الله عجبتكم الطريقة، وان شاء الله تجربوها وانتم فرحانين وملمومين مع العائلة والاصحاب والاحباب. اذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس امرا.
إذا كنت تحبوا تتصلوا بيا على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية، بصدر رحب نجاوبكم على أي سؤال تسألوه. ما يبقى لي كنقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله، وإلى اللقاء.